ايه الاخبار يا جماعة، عاملين ايه؟ وقبل ما نبتدي الفيديو وتسألوني عن بطوط بطوط خلف الكواليس، جو برد؟ وقالت لي لا، الفيديو ده انا ماليش طالعة فيه معاكي، تصرفي لوحدك. فانا جيت لكم، والله انا معاكم في كل حاجة، والله ما تقلقوا من حاجة خالص. طبعا انتوا شفتوا المنتدى عندي، الاكاونت الفيك اللي داخل لي، وانا عارفة مين صاحبته. ما علينا، مش مشكلة، عادي، خلينا نحسن الظن يا جماعة. الاكونت داخل لي بيقول لي ايه؟ اتحداكي ان انت يكون لك علاقه بالنقد او اي كلام من ده، ومش هقول لك تطلعي لنا شهادتك خالص. انا قلت ايه الكرم الاخلاق ده؟ ايه ده؟ ده انا يعني لو قاعده في اسمه والله ما يقول لي كده. ماشي، ها، اتحداكي ما تظهريش شهادتك، انت ممكن تزوري لنا شهاده. يعني بصوا، ممكن تزوري لنا شهاده، او لو قلنا لك اظهري شهادتك هتقولي لا ما بظهرش بياناتي، احنا مش ضامنينك عامه، لا كده ولا كده. ماشي ماشي، وبعدين يعني انا هلبس قضيه تزوير عشان خاطر ارضي الاكونت الفيك الجميل ده؟ ماشي، ما علينا، مش مهم. وبعدين فمش هنطلب منك ان انت تطلعي لنا شهادتك، اعملي لنا فيديو واحد، هو فيديو في مجال تخصصك، لو ليك علاقه بالنقد في مجال تخصصك اعملي لنا فيديو كده، امتعينا كده وكلمينا في مجال تخصصك، وانا بنفسي هرجع اعتذرلك لو عملت الفيديو ده، على الرغم من اني عملت الفيديو ده من سنتين وربنا عاملاه من سنتين، ولو القنوات القديمة عندي لكنت حطيت لك اللينك على المنتدى وحط وبص في عينيك كده. بس ما علينا، مش مشكلة. هو مفيش حد يا جماعة من اللي ساحب فيديوهاتي القديمة وبينزلها في القنوات الفيك ينزل لي الفيديو ده؟ يعني يبقى كسب فيها ثواب بدل ما هعيد تاني. يعني والله عادي، يعني هو انتوا صاحبين الحاجات اللي على مزاجكم، واللي مش على مزاجكم ما سحبتوهاش ليه؟ طيب ليه؟ والله كنتوا ريحتوني من عمال الفيديو ده، بس يلا اهي جت مصلحه، على الاقل اكسب ارباح جديده، مش مشكله، عادي. بس والله لو الفيديو عندي لكنت حطيته على المنتدى وما طلعت اتكلمت خالص. حاضر، اعمل لكم فيديو تاني واحنا هم مع بعض، واحنا ورانا حاجه يا اولاد. انا بس اللي يعني اللي محزن الواحد ومزعله بجد ومخليني كرهت المجال اللي انا دخلت فيه من قبل ما ادخل اليوتيوب، يعني مجال النقد، ان انا شايفة قنوات على اليوتيوب بجد والله ما انزل الله بها من سلطان، وطالعين يقول لك احنا قنوات نقد. طب ادوني امارة، ادوني امارة ان انتوا قنوات نقد. طب بتاع ايه ان انتوا قنوات نقد؟ يعني انا مش شايفه اي نقد خالص في اللي انتوا بتقولوه بجد والله. اللي يطلع يشتم، واللي يطلع يقل ادبه، واللي يطلع يسب اعراض، واللي يحط الصور ويتنمر عليها، واللي يالف له اي مصيبه سودة من الفيديو اللي هو شايفه لاي حد مشهور، والسلام، المهم ان اسم الحد ده هيجيب له مشاهدات بس كده، ويطلع يقول لك انا نقد، انا نقد. نقد ايه؟ نقد ايه والله؟ ده انتوا كرهتونا في المهنه من تحت راسكم والله العظيم. يعني شوفوا، انا ندمت على مهنتي لما دخلت اليوتيوب وشفتكم، متخيلين انتوا؟ يعني قناه واحده ست ملهاش علاقه بحاجه، ولا اخدت الابتدائيه حتى، ملهاش علاقه بحاجه بجد حرفيا، وطالعه تقول لك انا قناه نقد، واللي كاتبه في يعني في تعريف القناه بتاعتها كده ان هي طبخ وفلوجات ومش عارفه ايه، وبعدين تلاقوها قناة فلانة الفلانية للنقد، يا دي النيلة. واللي تلاقوه راجل عواطلي لا ليه لا شغلة ولا شغلانة، وطالع قاعد لك على الكنبة ولا على الكرسي ويقول لك أنا قناة نقد، ويمسك في الستات، يعني عارفين اللي هو ما يقدرش يرد على راجل في الستات برضه قناة نقد. والله العظيم أنا حزينة بجد والله، حزينة على اللي احنا وصلنا له، أو على الحال اللي احنا وصلنا له. طيب انتوا ليه مش مصدقين ان انا ليه علاقة بالنقد، مع ان انا ممكن انزل شهادتي عادي جدا واحطها في عين اي حد، بس انا مش هعمل كده. ليه مش هتعملي كده؟ لان اولا زي ما التعليقات كلها جاية لي كده على المنتدى، انتي ما انتش مطالبة ان انتي تبرري لحد حاجة او تثبتي لحد حاجة، لان انتي اصلا ما انتش متهمة، ويعني قولك للحق ملوش دعوة بعلاقة يعني بحياتك الشخصية او كينونتك او كاريرك او ايا كان، ملوش علاقة، يعني ده حاجة وده حاجة تانية، وانت ما انتش مدانة بحاجة عشان تطلعي تثبتي ولا تبرري او كلام من ده. ده كان رأي الناس وانا معاهم طبعا،
تاني حاجه معلومات الشخصيه او بيانات الشخصيه دي حاجه تخصني انا، انا مش عايزه اظهرها لحد، دي حاجه ترجع لي بدماغي ومزاجي. ولو انا قعدت على اليوتيوب من هنا لعشرين تلاتين سنه قدام محدش يعرف يجيب معلومه عني. ايه رايكم بقى في اكتر من كده غرور؟ طيب يعني في ناس توهموا ان احنا لما بنطلع وبنتكلم بالاسلوب الدارك او المعنى البلدي اللي كلنا نفهمه ده يبقى انا لا لي علاقه بالنقد، ولا انا دارسه، ولا انا عامله، ولا انا دكتوره، ولا انا بتاع وبشتغل الناس. يعني هل انا لما اطلع، شوف انا طالعه لكم حتى بعمل لكم الحلقه بالبيجاما اهي، اي لما اطلع البس النظاره واقعد كده حاطه المايك هنا ولابسه اللي مش عارف ايه، هنقول الفستان، يعني هنقول فستان تمام، او هنقول البلوز او اللبس اللي انا بنزل بيه عادي يعني في طبيعتي العاديه تمام، وطلعت اتفلسفت عليكم بكلمتين وكذا وكذا وقلت لكم مصطلحات انتوا مش هتفهموها، هبقى انا كده عسل وسكر ومرشوش عليا كريمه مثلا؟ ده يبقى غباوه مني. ليه بقى؟ لان في مجال اليوتيوب اللي عايز ينجح لازم يكون من الناس، لازم يكون من ناس عادي، من الناس الطبيعيه العاديه، الطبقه العاديه، مش الطبقه المثقفه، لان الطبقه المثقفه مش هتروح تتفرج على فيديوهات يوتيوب، لان اصلا الطبقه المثقفه بتدور على حاجه تفيدها، معلومه علميه طبيه كلام من ده، مش هيروحوا يتفرجوا على فيديوهات يوتيوب ولا عندهم وقت للكلام ده، وانا ادرى واحده بالموضوع ده تمام. فان انا اطلع على منصه يوتيوب اعمل فيها ان انا البنت المثقفه الدكتوره اللي هو وقاعده لكم بقى فورمال والكلام ده كله، يبقى انا مش هنجح في سنه السوداء، ومحدش هيشوفني ومحدش هيعرفني، وانا داخله مجال محكوم عليا بالفشل من قبل ما ابدا فيه، وانا مش غبيه عشان اعمل ده. انا الحمد لله لا انا عندي عقده نقص، ولا انا مستنيه حد يفخمني ويقول لي يا دكتوره، ولا انا يعني محرومه مثلا من التبجيل او الكلام ده في حياتي، فعايزه ترسم على اليوتيوب، يعني مش محتاجاه الحمد لله. الواحد ابسط مخلوق ممكن تشوفوه في الدنيا عادي جدا، ومهما عليت ومهما وصلت ومهما مش عارف ايه، فانا اصلي من السيده زينب وافتخر، عمري ما هنكر الحقيقه دي، وعمري ما هتعالى ومن تواضع لله رفعه تمام. خلينا بقى نخش في موضوعنا الاساسي اللي بنتكلم فيه وهو النقد، ويعني على الاقل الفيديو ده هكسب ثواب في اللي طالعين عاملين نفسهم نقاد وبيقولوا احنا قنوات نقد، يمكن لعل وعسى يكسبوا، محدش عارف برضو. تعالوا تعالوا، ايه هو معنى الادب؟ ايه هو يعني؟ انا مثلا لما اقول ان انا تخصصي نقد ادبي، فانا الف به عارفه معنى كلمه الادب، مش الادب اللي هو التربيه والاخلاق والاحترام والكلام ده كله، لا الادب، الادب المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ومعلش لو الفيديو ده هيبقى ممل لمعظم الناس، انا عارفه انه هيبقى خنيق ومش هيجيب مشاهدات اصلا، عادي مش مشكله، انا عاملاه والله صدقه، صدقه للي هم بيسموا نفسهم قنوات نقد او للاكونتات الفيك والشراشيح، مش مشكله عادي، والله ما عايزه منه ولا مشاهدات ولا عايزه منه حاجه تمام. بس نخليه كده ايه، توثيق في القناه، عشان اما حد تاني يدخل يقول لي ايه تخصصك اقوم حاطه له اللينك وراح دماغي تمام. ايه هو معنى النقد الادبي؟ نرجع نكمل كلامنا. لما تكون انت ناقد ادبي او في مجال النقد الادبي، فالف ب واساسيات ان انت تكون عارف ايه هو معنى الادب. الادب ليه معنيين، لغوي واصطلاحي. ايه هو المعنى اللغوي للادب؟ معنى اللغوي للادب هو يعني ممارسة السلوك الجميل او ممارسة السلوك المهذب او التعويد على السلوك ده، سواء في شؤون الحياة اليومية او في الشؤون العامة، ده المعنى اللغوي او المعنى الدارك لكلمة الادب. نيجي بقى للمعنى الاصطلاحي او المعنى اللي هو في القواميس او الكتب. يعني ايه ادب بالمعنى الاصطلاحي؟ هو تشكيل جمالي مادته اللغة. يعني ايه؟ يعني تركيب او استخلاص مادة من شكل معين او من مجموعة اشكال بهدف ايه؟ بهدف المتعة الجمالية. ما هوش بيهدف لمتعة مادية ولا كلام من ده، لا متعة جمالية. يعني ايه متعة جمالية؟ يعني مثلا لما تسمع قصيدة
ودنك كده مش بتحس بطرب لما تتفرج على مسرحية؟ ما بتحسش كده بمتعة؟ يعني عمل فني بيمتعك، ذوق شخصي، فاهمني؟ ده بالمعنى الاصطلاحي. طيب نيجي نتكلم لأنواع الأدب، ودي ليها فروع كتير جدا جدا جدا، ولو قعدنا نتكلم عنها من هنا لسنتين ثلاثة قدام مش هنخلص. أنواع الأدب كتيرة جدا، منها الشعر، منها المسرحية، منها المقالة، منها الملحمة، منها ايه تاني، منها الرواية، منها الرواية القصيرة، في مليون نوع من أنواع الأدب وبرضه تخصصات. يعني أنا مثلا ممكن أكون متخصصة في الشعر، ممكن أكون متخصصة في المسرح، ممكن أكون متخصصة في الرواية، والرواية برضه أنواع، أو في الملحمة، أو في الأمثال، أو في المقالات، أو في المقامات، في مليون حاجة لأنواع الأدب، ودي مش هنطاط يعني مش هنتكلم فيها، لأن لو اتكلمنا فيها محتاجين سنتين ثلاثة قدام. طيب نيجي بقى للنقد، عشان يعني هو ده بقى الجزء اللي يخصنا واللي احنا يعني في العك دوم بسببه. ايه هو النقد، او ايه هي وظيفة الناقد؟ النقد ليه برضو معنيين او يعني مصطلحين، لغوي او اصطلاحي. لغوي يعني ايه؟ يعني تمييز الرديء من الجيد، تمام؟ يعني بتميز الحاجة الكويسة من الوحشة، التمييز الفصل ما بين الحاجة الوحشة وما بين الحاجة الكويسة، تمام؟ ده في اللغة. طيب في الاصطلاح، النقد ليه معايير معينة، ليه معايير ما ينفعش ان هي تكون ذاتية، لازم يكون في معيار موضوعي للنقد. والنقد مش معناه الحكم بان حاجة دي وحشة او حلوة، لا، النقد بالمعنى الاصطلاحي تسليط الضوء على ايجابيات الشيء، تمام؟ سواء العمل ده ادبي او فني او مقروء او مسموع او كلام من ده، هو تسليط الضوء على عناصر الجمال اللي في العمل الفني او الادبي اللي قصادك، تمام؟ طيب نيجي بقى لوظيفة الناقد. احنا كده عرفنا النقد لغوي واصطلاحي، نيجي لوظيفة الناقد. ايه هي وظيفة الناقد؟ وظيفة الناقد زي ما بقول لكم كده، التمييز ما بين العمل الجيد والعمل الرديء، وتسليط الضوء على الايجابيات مش السلبيات بس، الايجابيات الاول وبعدين السلبيات. طب السلبيات ليه يا رباب؟ بهدف اصلاحها، مش بهدف يعني التنمر عليها او التريقة او الكلام اللي بيحصل ده، لا، تسليط الضوء على السلبيات عشان خاطر ان احنا نبتدي نصلحها ونستفيد منها، تمام؟ دي وصيفة الناقد الدارس. طيب في معايير للناقد، مش اي حد كان يطلع يقول انا ناقد ولا انا غلطانة. في طبعا الدراسة، ده شيء مفروغ منه، يعني ده الف ب لازم يكون دارس. تاني حاجة لازم يكون عنده معيار موضوعي، لو حكم بذوقه الشخصي او الذاتي عن الموضوع فده بعيد تماما عن النقد. فمثلا انا هاجي انتقد مدام هناء، انا لا اصلح لنقد مدام هناء. ليه؟ لان انا بحبها، انا اوريدي بحبها، فانا بحبها دي ما ينفعش ان انا انقدها، مش هقدر ان انا اطلع فيها سلبيات، لان انا ذوقي الشخصي هو اللي بيتحكم في الموضوع ده. طب انا بكره فلانه الفلانيه، مش هقدر ان انا انقدها برضو. ليه؟ لان انا مسبقا انا بكرهها، فمش هقدر ان انا احكم عليها حكم موضوعي في الحاجه اللي هي بتعملها. فهمتوا المعنى؟ يعني في حاجه اسمها معيار ذاتي، ما يبعد النقد تماما عن عمليه النقد، ويخلي عمليه النقد كده حاجه مهلهله كده ملهاش 30 لازمه، فاهمني؟ طيب خلاص كده عرفنا معنى النقد لغوي واصطلاحي، وعرفنا وظيفه الناقد، وعرفنا معايير الناقد او الصفات اللي لازم تكون موجوده في الناقد الدارس اللي هو الواعي الفاهم بكل حاجه، وطبعا لازم يكون عنده ثقافه، يعني دي رقم 3، يعني ده اهم من الاتنين اللي فاتوا كمان، لازم يكون ملم بثقافات كتير جدا عشان يقدر ان هو يبقى حكمه صح على الامور، ما يبقاش حكم سطحي كده ومهمش، تمام؟ انا عارفه ان الكلام مجعلص بس معلش يعني سامحوني. نيجي بقى لحاجه تانية، في حاجه اسمها مدارس او مذاهب للنقد، انتوا تعرفوا بيها ولا انتوا هنا اصلا؟ في المدرسه الكلاسيكيه، وبعد كده ظهرت الرومانتيكية او الرومانسية، وبعد كده ظهرت الواقعية، وبعد كده ظهرت السريالية. طب الكلاسيكية اللي هي في العصور القديمة، وكانت بتستخدم قوالب جامدة للأدب والفن والشعر والكلام ده، وكانت بعيدة عن العواطف وبعيدة عن اي حاجة، وكانت بتستخدم دايما قوالب جاهزة لوصف اي حاجة. هتلاقوا حتى لو قريتوا كتابات ماكس او انجلس
او ريني اليك او الكلام ده كله، هتلاقوا في نفس القوالب كده، مش هتلاقوا يعني ان هم بيخرجوا عن السياق المحدد ليهم، هتلاقوهم في قوالب جاهزة كده هم مسمينها كلاسيكية، عشان كده جاية من كلاسيك قديم، يعني الحاجة كده فاهمين صبة واحدة زي ما بيقولوا. طب نيجي للرومانسية اللي ظهرت بعديها في العصور الوسطى، ودي بقى هنلاقي ارسطو ظهر بقى، وهنلاقي بقى كتابات بقى الانجليز ظهرت، وكتابات جميلة جدا، وبدأوا بقى ان هم يتغنوا بالطبيعة بقى والمشاعر والرومانسية ومش عارفة ايه، والاتجاه ده ناحية الفردية شوية، يعني بدأوا ان هم يبعدوا عن الاتجاه الجماعي اللي كانوا واخدينه اصحاب الكلاسيكية، وبدأت بقى النزعة الفردية تظهر، وبدأ بقى اللي هو الشخص بقى اللي هو الرومانسي بقى يعبر عن احاسيسه والحزن والغضب والحب والطبيعة والكلام ده كله. تمام، نيجي بعد كده للمدرسة الثالثة اللي هي الواقعية، ودي بقى ظهرت يعني مؤخرا شوية، دي بدأت ان هي تعتمد على الواقع لدرجة ان الناقد كان ممكن ينزل يعمل استقصاء ميداني بنفسه عشان يكتشف الحقيقة، لو قالوا له الحقيقة دي في سابع بلد هيسافر عشان يجيبها عشان خاطر يطبقها على العمل الفني او الادبي اللي هو هينقده. السريالية بقى فدي يعني حدث ولا حرج بقى، هندخل بقى في حتة العواطف وحتة النفسية وحتة الانسان من جوه ومكنوناته ودواخله ونفسياته، في يعني ليها مليون حاجة دي عشان نتكلم عليها، برضو محتاجة سنتين تلاتة تمام عشان ندخل جوه نفسية البني آدم ونقعد بقى نتكلم عنها، دي مدرسة طويلة جدا. تمام، فاحنا كده اتكلمنا عن مدارس النقد وعن ايه تاني يا ربي، وعن صفات الناقد وعن مهنته وعن الادب وعن مدارس وعن انواعه، في ايه تاني يا ربي ممكن نتكلم عنه، يعني انا ممكن كمان اكلمكم في حاجات تانية بس انتم مش هتفهموا اللي انا هقوله، مش معنى كده ان انا يعني بقلل من قدراتكم العقلية ولا حاجة، بس مش هتفهموا لان انتم مش دارسين الكلام ده، يعني محتاجة حد اكاديمي قوي او متخصص في الكلام ده عشان يفهم اللي بقوله. تمام، فمش اي حد يطلع يقول انا ناقد، انا ناقد دي يعني تقيل قوي ان احنا نستوعبها من غير ما تكون انت دارس، يعني انا مش فاهمه يعني ناقد بأمارة ايه. وبعدين كمان انا دراستي مش بالعربي، يعني انا ممكن امسك الكتاب مش بالعربي واقرا لما بين السطور وافهم الكاتب عايز يقول ايه، او افهم الاديب ده عايز يقول ايه، او ايه هو الغرض من المثال اللي هو كاتبه او المعنى اللي وراه، او لازم تروح تبحث عن المعنى ده وتدور عن تاريخ حاجة معينة عشان توصل لنتيجة معينة وتوصل لحقائق معينة، يعني عملية معقدة جدا. فانا مش فاهمة يعني اللي طالعين يقولوا احنا نقاد دول بأمارة ايه، يعني حد يديني أمارة، يعني في حد ده اللي اخذ مني مصطلح النقد الساخر وكاتب برضو على قناته فلانة الفلانية او فلان الفلاني للنقد الساخر، مع ان انا اول ما عملته واول واحدة ظهرت على اليوتيوب ولله الحمد، مش شكرانية ولا غرور ولا اي كلام من ده، بس فعلا دي حقيقة، انا اول واحدة طلعت وقلت ان في حاجة اسمها نقد ساخر، وكان ساعتها بيتهموني بالتنمر لانهم ما كانوش عارفين حتى ايه الفرق ما بين التنمر والنقد الساخر، وساعتها انا قلت لهم في حاجة اسمها كاريكاتير، وفي حاجة اسمها الكوميديا السوداء، وفي حاجة اسمها اللي هو يعني تسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية بطريقة ساخرة بهدف اصلاحها برضو مش بهدف التنمر عليها، وفي فرق كبير جدا ما بين الطريقة الساخرة وما بين التنمر. طلعوا برضو ينهقوا يقولك يعني ايه وفاتحين بقهم كده، طب انا اعمل لهم ايه تاني، يعني انا المفروض اعمل ايه تاني اكتر من كده، ما علينا. طب انتوا عارفين ان في طرق اصلا للممارسة النقدية، يعني انت عشان تكون ناقد لازم يكون ليك طرق معينة، منها المعيار الكلاسيكي اللي اتكلمنا عنه، وديا الحكم المسبق بجودة او رداءة العمل، ودي طبعا طريقة غير مستحبة، وفي اللي هو النقد الاجتماعي اللي هو عن طريق الواقع، عن طريق الحاجة المجتمعية اللي انت عايش فيها، ودي الحاجة اللي انا بستخدمها عامة، وفي ان هو النقد الوضعي اللي هو ايه، ان انا مثلا احكم على رواية او على حاجة عمل ادبي انا شايفاه عن طريق تاريخ الكاتب، مش عن طريق العمل نفسه، لا عن طريق الكاتب وتاريخه واشوف هو كان بيتكلم في ايه قبل كده، وابتدي ان انا احكم على العمل الادبي اللي هو كاتبه.
طب ما يمكن الراجل تاب وتحسن سلوكه يعني، مش فاهم ليه احكم على العمل عن طريق الكاتب يعني. وده اللي اغلبيه القنوات بتستخدمه حاليا يعني، مثلا هيشوفوا فيديو زي دوت اللي انا بتكلم فيه عن النقد ده، وما بتكلمش فيه عن حاجه تانية. رباب، رباب دي اعوذ بالله، يعوذ بالله، دي كانت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، مع اني ما بعملش حاجه، بس هم شايفين ان انا بعمل عادي مش مشكله، فحكموا على الفيديو عن طريق حياتي انا وسيرتي الذاتيه. طب ليه؟ مش فاهم، ما علينا مش مشكله. في بقى طريقه جميله جدا، وهي النقد عن طريق النص، او الحكم عن طريق النص ذاته، بكشف الحاجات الجماليه في النص. فانا لو هنقعد نتكلم في المواضيع دي احنا هناخد سنين طويله، سنين طويله، بس انا يعني حبيت اعرف لهم مبادئ النقد، اسس الادب، معناه، معنى النقد والادب ووظيفه الناقد على الاقل، اي حاجه يطلعوا بيها. لكن الهري اللي هم عاملينه فينا ده للنار، ويقول لك احنا قنوات نقد، احنا بننقد. تنقد ايه؟ تنقد ايه حضرتك؟ والله ده انا كرهت المهنه لما دخلت وشفتكم، اقسم بالله. متخيلين؟ يعني مش فاهمه. الله يرحمه مفيد فوزي، والله بجد يا جماعه، الراجل ده انا قابلته مره واحده في حياتي، وكانت يعني عايزه اقول لكم ان هي مقابله انا نفسي لما بفتكرها بزعل جدا جدا، لان يعني انا كنت باخد معاه كورس من الكورسات، كان بيدي كورس في مكان معين يعني تدريب للناشئين وكلام من ده، فيعني كانت اول مقابله، قومي اقري البتاعه دي، كان باللغه العربيه، كانت نشره اخبار تقريبا او حاجه زي كده، وهو طبعا كان اللغه العربيه عنده فظيعه فظيعه، وانا كنت بعيده عنها تماما. يعني انا عايزه اقول انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي جابني الراجل ده؟ لو كان شافكو والله العظيم اقسم بالله لكان باتكو، عارفين البيروسول، كان مسك البيروسول كده وعليكم. يعني مش هكلمكم عن نقاد ولا اساسة جامعة في النقد ولا الادب ولا الكلام ده، لا انا هكلمكم عن مفيد فوزي بس، يمكن انتوا ده الوحيد اللي هتعرفوه طبعا لانه اعلامي كبير، فده لو كان شافكو والله العظيم كان رشكو بالبيروسول. اما انا شوفوا انا اهو، وبكل الشرح اللي انا شرحته لكم ده، والحمد لله يعني كانت مقابلة زي الفل، كانت زي الفل يعني الحمد لله، كانت اول واخر مره يعني الحمد لله، الحمد لله يعني. اذكروا محاسن موتاكم الله يرحمه يعني، بس هي طبعا كان التقصير مني انا والعيب مني انا، لان انا ما عرفتش اقرا باللغه العربيه قوي دي، يعني صعبه قوي كانت بالنسبه لي، فالحمد لله انا كنت لسه في اولى جامعه كمان. فيعني نفسي افهم انتوا جيتوا لنا منين بجد والله، يعني انا بزعل ان انا بقيت في المجال ده معاكم، بس يعني هو قدر الله ما شاء فعل، يعني حاجه بتاعت ربنا. بس يعني انا مش مطالبه ان انا اطلع لكم شهادات، ومش مطالبه ان انا اطلع لكم حاجه، انا بطالبكم نفس بقى المطلب اللي انتوا طالبتوني بيه، رغم ان البوست ما جابش 500 لايك وطلعت لكم اهو اعمل لكم الفيديو برضو مش مشكله، بس يعني اثبتوا لنا انتوا بقى اي حاجه، طلعوا لنا اي حاجه كده تثبت ان انتوا نقاد، اي حاجه يا جماعه، والله عيب اللي احنا وصلنا له ده اقسم بالله. يلا اشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه، السلام عليكم.